السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. الريوق أبوية مريو دبوية على الطاولة مما تشتهي الأنفس. لكن ما بتريق روحي تريق أنه خدي ولكن هاي قصر يا هدلة. مصبح ما شاء الله الدلة بتفيز الروحة ونحين ظاهر أبنيكم من جوة إن شاء الله ما تطبب سمها هي كاميرا. الأمور طيبة، البحر طايح، البحر راها منظرة تبارك الرحمن. شو أقولكم، شو البحر طوله وبعرضه ما شيء منزال إلا قدام بيت هلال. منزال للبوانيش إلا قدام بيت هالمنزال من الله سبحانه وتعالى، مش شغل بنادم. يوم أصور لكم البحر وين صاك عند البيبات فوق الماية البارحة وردت مرة، هذا أكثر شيء ما ترد حين مرة الماية قراح ثبر إلى أبعد الحدود. صفو، الوقت صافي جميل، هاي تشويهات وهذاك الزبوت الدالي. ايوه ها هذا الوغد، نسر ولا البارحه عاده ولا البارحه هو يطرش بس كرت المكروه. شلكم انتم كبرها شويهات، ماشي بيت مليون بيت قدام اللي على اليمين وعلى اليسار، ولا بيت ولا بنغالي يرمس وياه مو وغاته. ما بتريح لا ما فيه بوي مصبح بوي ريوق، ما فيه تريا بيض ويا فاصوليا أو هذا كيشي فول، هذا يا سهلا فول، وهذا جبن، وهذا مثل الأول حيدا جبن مثلثات بس البقرة اليوم بعد حين شيء جديد، هذا ما شفته هنا. وهذا المحل محله هذا بعد اليوم محله شوي غريب شلنا زين، ما برفيع وايد ولا بغريب زين، لا والله لا زين الكب خيبه، لا والله فنان. هذا كله هذا كلها اللي تشوفونه المحله والاشياء كلها خدمه البنغالي. حسبتي انا قاهرنا خدمت زينه، خدمت زينه، واللي ابوكم اخلاقه والله يا ابوكم اخلاقه ما تتشاهد وغد، وكله يفاتن وكله لكنه تي هو طبيعته شرس لكنه قلبه رحوم ما عليكم. والله دوم اللي بيي ويبي ودام الاشياء هو اول واحد ما يظهر، اول واحد يظهر او لكن بين البنغالي ولا حد يرمس وياها. اقولكم من اول البيوت لين اخرها ساعات يجلس شهر كامل ما حد حتى يقول عليه اقبلت سلام الله، ما حد يرد عليه. الوغاد اللي بالبنغالية كلهم يتيامعون قرب المسير وعند الكيكينات، وهو وغد هاك اليوم بيسوي تجارة، ياب جقارة بيري وياب روثمان وياب ثلاث خمسات وياب هاي كم قطو، ما خلى شيء ما ياب، وياب قواطي عناس يبيع هو ما خلى شيء ما ياب، سوى راس مال انزين، سوى اساسي بيحني على الهنود البنغالي والمدرسية. والله يا ابوكم لين خلصت صلاحية سامانه ما حد اشترى عنه حتى اذنه، من الفراطة واللغاثة اللي فيه سوى بضاعة ما حد كلها وشرب منها الا روحه، يوم بعد ما استعملها وهي فيها صلاحية، لا عقب ما وقفت صلاحيته لا يمها قواطي الخوخ قواطي العناص ما خلى وغد لكنه نفى. ان قلت له 10 انفار ولا 20 انفار خدم وطبخ وشل وحط ما خلى، بيشق وبيملح وبينصب ابدا كل شيء تباه، وعالم بحار يا مال النقاز، عالم بحار ما يخلي، يعرف كل بحر شو مسمت فيه، يعرف كل موقع شو فيه، يعرف
يعني اللي تفتشي سمعت يرزم ماشي في الدنيا ما يعرف له. وطراد ياي بسعيد الله هلا ابوي في عويناتك، الله هلا في عويناتك يا ابوك، الله هلا شو يقرا يا ريال كل يشوف يشوف ابوي يلشن صدق على تقرا جزاك الله خير يا فضيحتي. وعبد الله جود مورنينج ما زين لويهك اليوم اصبح اليوم ويهك اليوم ملكي ملكي الويه ملكي هي نعم سلام عليك معوشه يلا ماكي يلا غايته خلص انت يلا انت اليوم معنا شو اسمه لا ابن محمد هذا منو الرجال وياك هذا شيخ ابن سعيد والله والنعم والله مرحبا ابو سعيد ماشي نسيبك خال عيالك حافظ الله عليك وعلى خال عيالك ابو سعيد كيف حالك ما زين قاضي ابوك واحد 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 مدفع ما شاء الله عليك يعني الله يبارك فيك شري شرسة هي سلف عليهم البارحة بس عيد كيف حالك شو ظنك اليوم والله ما ظني في سمك هي هي ما شيء بصح شوف الدنيا ها ما شيء بحر ان شاء الله يا ابوك هذا لا لا زين الجو شيء حلو لا لا حلو الجو صدقني عليه خذ ما شاء الله صدنا سمك في خير انسى موضوع السمكه لا لا سمك شرات سمك لا لحظه هلال الشيب حطيت لك فيديو وانا في الانستغرام عندي يا ربي التعليق الناس كم مرفوض تمسح انت ليش امسحه ليش مشاكل لا ما عليك باس تلقبقب شوف ما شاء الله قبل يا ربي يلقبقب مكثره ليش وقفت؟ شوف هذا شوف قب قمك لا شوف ما شاء الله مسويين وصانعين صار لنا ست شهور على هالمشروع هذا والناس يقول كيف لا الناس يقول كيف تبون السمك وكل شيء ترى الواحد الله اعطاك عقل تتعلم وكل مهارات تتعلم في اشياء كثيره الواحد يقدر يسويها مثلا ابو محمد ماشي حضره ماشي حضره شيء زين وين الحضره هاي برد هي نعم زين تقدر تسوي كذا شغله جديده وتقدر تسوي مثل حضره بن فري تطري لا مثل حضره بن فري تقدر تسوي حتى في الغربه والله يستوي ابو محمد لا ادري لكن عاد الناس ما يدرون اللي من غير ما يعرفون حضرت الناس ها حضرت الناس خلاص لا اله الا بيزفوني يزاف خلينا على كذي على ودام بس اي نعم شو يا ريال شو الوغد هذا جني جني ولا البارحة عادم فني العيون تفنيل ايوه ابوي انا بلا بلي مالوس ويه ما بظهر لو بي تنجلب بي ويه يحترج شيبه ويه انا يعول بسرعه بالجد البيت ما شاء الله عليها لا بالرواني ولا همك الله ولا هم يحسنون فوق 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 ان عباره الطياره هاي عباره جاسوس جاسوس اي ابوي فوق البواني شو يشوف العرب شو سخت شو صاده وشو ما صاده و... ها ها ابوي سمعتوا بالاول يقول انا موقض له هذا موقض له اجيب الاخبار قبل الشيء وبعده وين مرزوق ترى ها بلا يلا رقم واحد نزهة السبوت ماشي شردته من نزهة يا سلام سلم مايو بس الشباب مايو ما يبون لي ها ها ياكل جاسوس رقب رايهم ابوي الله يحفظهم نحن ابوي يصير جدال قبيل شوف شوف هيوة ها هذا الجاسوس العود هيوة وين تشوف فتحينه بيخلص البتري
شيبة بيخلص البتري مالهم. هم بتريهم ما ادري كم دقيقة. هي. لا دقيقة. ما ادري 20 دقيقة كانها. لا هيك شيء. اي والله. ايوه. عليه السلام. لا اله الا الله. تحرى نفت الدبيان. تحرى عمرك عند نفت ذاقنا بوت. نفت الدبيان هلال. ما بعقها انا عقها زمانها. ها شي وتر بروف منهم بعد. ها نزيش عليه. هي والله يا ابو محمد حق الحاله ما شي شراته. بسم الله اهبي اهبي كلت عيالك انا ابو ساحره هو شر العيال. سيرة الصبح اليوم هلال اليوم باعت ولا تكللت؟ باعت بالفشل والله اليوم السيرة ودام عاد ما البارح ما اليوم طازة ماشي إلا شويونة 4-5 صويفيات ماشي سمك أبدا بالكوفة البحر التحرى أبويه غادي غدير تخوض ما تلقط لصفطه الصافي ابويه طفروا بها ما خلوها الصافي ينت العرب على الصيد ين وهل بالبيع والمشترى ما خلوا شيء ما شي شرات انك تمشي حافي بالاخص قرب رملة البحر رقم واحد يفتشك من الأعواق من الضغوطات عاد ولا أنا الحمد لله رب العالمين عندي ضغوطات ولا حاتي شيء أنا أبوي اللي يقولون عنهم ماكلات وشاربات ومنحات الموت موت مرة ولا شيء في الخاطر اللهم طيبة وحن جماعة متيام عين والحمد لله لودة ومزاحف والدمات مكودة والغديات فوق الضوء والدنيا أبوي راتبها محول الدنيا شو راتبها محول بالتحرون أبوي حد بيت تندبت حياته فوق لا بدله منخرة حد بالعرب انخر يمكن انكسر له ضلع ولا كتف كان حد من العرب انطاح تنكسر أبوي رقبته هذا عاد اللي يمشي ولا عنده خطاه الحمد لله على السلام الله يسلمك مفاجأة سارة الله يزيك يعني مفاجأة وايد حلوة نعولي بوين نعولي بحركة السلام عليكم عيد مبارك بلاك ما قلت انك بتي بلاك ما قلت انك بتي والله اني قايل حق ابو محمد والله ولا ندري والله اني قايل والله نعم والله بناصر ندانا غدا عندنا ولا خلي الشباب ما باليد الحين الله كريم هديت الحب وحشي الحين ابوي مالنا خانه ما تبانا مره انت الحين ها كيف يعني يقول الرياض مرينا يقول على الرجال ايه شوف المكان يا مرحبا ايه شوف اذا ما رحبت بهاي شلوي وبرحب منو اللي ما ذوق حزنا ابو ناصر هالعلي كل يوم لحم كل يوم هاللحم اللي ما يوجف وناصر ترى البحر سمك خير عن السمك ماشي زين عاد اسوي حلف الله ثبات عشاكم اليوم يا ربي ما شاء الله عليك يا علي على الله يحفظك زين لا خليك ما صدنا البارح السمك والله ضلع مرحبا الغالي مرحبا مرحبا السلام عليكم الغالي خير ربي عافيك غدا يلا بعيل العشاء ابو ناصر ها العشاء ضربه يا ربي وايد محمد مسويه ما شاء الله ما شاء الله هذا كله وين هذا ذهن ذهن مال سمك
هذا من ال من شو اسمه؟ فسكر ثابي. من فسكر. هذا كله في الفسكر طلع عليه؟ فسكر ثابي. والله. يا ها شوف طمشوا شوف الدهن شوف ايش قال الدهن تم اختارها يا رب البيت والحرام شوف هذا كله دهن كله شحمهم ابو صاب وكله في التاوه يا ربي ها طمشوا طمشوا شوف الله عليكم مغدر غادي مغدر سبحانك يا رب محمد وين في الفسكر ولا الصافي زيادة في الفسكر ها حراه انا ما ابي غادي سميه ما شاء الله ولا هذا والشعم البارحي هناك نفس الشيء بعد يلا الحار ها شو ما زينه شو غادي ها هذا ابوي بعد ذريلي من الكبار شابه حد من العرب اعرفه في شبه حد من العرب ها ما شاء الله ادري هاي حد غريب عندكم مجلفع اشوفه شوف هذا ليش هالنمونة؟ ما بسمين ها؟ لا فيشر والله سمين؟ أيوة هاي والله الاسمان ها هاي الاسمان أبدا عرف لحمهم عرف لا يزاح اللي عيش هذا دواء زين الحين قالوا قال لي الأربع نفر يجي خمسة نفر انزين قال انزين قال وحين عقب الصلاة يوم ذهب الغداء قال أبوي ما برون بروها سوى ما علي ما باليد حيلة تقولوا ما حد قالكم هل تشوفون هفور تحت هذا كل أبوي شحم 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 شحمت تشوف شحمت أبوي الفسكرة شحمت الفسكرة والصافي هل تشوفونه السمن اللي والله العظيم ان كله شحم السبت هل تشوفونه الشحم روحه قد التحرى يبوكم بحر تحت رسمته من زود السمن اللي فيه ما شاء الله ما شاء الله الفسكره الفسكره عاد السنه بدعه بدعه ما شاء الله تبارك الرحمن شيء لا صار ولا سوى الله عليكم سبحانك يا رب سبحانك يا رب اللهم لك الحمد نعمه يباها حمد وشكر نعمه يباها حمد وشكر حرام السمك بيتفطر من السم اللي فيه هذا خدمة بيت قوم مرزوق أي شيء تكون تشوفون فوق صفو عرفوا أنها خدمة قوم مرزوق بعد تقول غلطان انا زين ولا لا زينه ما في شيء فوقها صفو بعد شو اللي فوقها صفو يعني مصلله دهن ريج وهذا عيش لا هذا شوف هذا عيش قوم مرزوق هذاك عيش قوم هلال شوف هذاك مفرفخ ابيض تحرى فراخ وهذا يرد بالصفره ايوه وهذا ابوي شوي يعني هذاك بعوشه هذا ابوي نيسر هم ها نيسر حضره بن فري حضره بن فري على الله يحفظكم تغذي كل المنطقه في حب الله بلاش يعل عمرك ان شاء الله عمرك عيب النبي يا ابو فري نعم محمد بن فري المحيربي ابوي مسوي حضره ويطعم الفرجان كلها وهذا شوفوا وهذا ابو الجش الاخير شوف افتح بطنها بالله عليك رم بطنها هاي صارت لا هذه بطنها لا هاي حقينا ها افتح بطنها بالله عليك شوف ليزم هذا تشوفونها هاي شحمة هاي تشوفونها كلها هاي شحمة هاي كلها شحمة أوميجا 3 ها من غير اللي اندحق أنت لو تشوف التاوى محمد بتزيق بتزيق والله يا أبوكم الله مدمها نعم حفظها من الزوال ولا تغير علينا إلا الأحسن الحمد لله رب العالمين زين ما درت أنت يلا حينها بجاب الهاي هان فسكرة أبوني الباح حاط عيني على الشعم العود من شفت ابوي جلفع غيرت رايي شعام حق ابو خالد نعم لا والله بجلفع حرام عليك والله جلفع حبيبي لا 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 تاوق تضن يا ريال تحرى يلزع فريد غدا والله شيبه بن سعيد لعب العايبك على هواك في الشعم الا لا الراس عاده والكبد هذه ها يوم اقول لك كبد صخل هذه هي
هاي بوي كبده كبد صخر شو خيبه لا تقول لي مرزوق عطاه هلأ وجهه يوم يقول لك دك ليفر دك ليفر عن الله تقابل دك ليفر عدال هاي ابونا تشاف شوف الله عليك شوف الله عليك اجمع كاتشب عندي هني كاتشب ابوي من جده من ابو عبد الله من صوبك لا ليش مخاطرك حطوا له هناك لحيتهم كاتشب هاي فكرة بارك الله فيكم اللي ما أكل فسكرة الحين هالأيام هذه مرة لا يأكل ما هبتخلص من السوق يعني مفروض تخبرون الجماعة شو السمك الزينة وشو السمين يا رجال خف علينا هذا وانت أبوك سعيد ايوه ايه ابتعدي ايوه ابتعدي القدمه صراصه شو اللي يتعلم صراصه اللي يلبسه شو هذا ابوي علمه شو علم يا ابوي علمه من ورا القط العود ما يتربى انا هاي اللي شو الشيء بغداد ما عليك عرف السمين اللي ابوي ما طاح بالفسكرة اللي هي بنت النوخذة ما طاح بالبودة بسمك لا يفوت قم لا يفوت قرب الله هلأ عاد حرق أحرق الله راسه اليوم يا أخي ما بقدر يوازن السمك كله هي هي ما شاء الله قاعدين لبيونكم ضيفان ين شوف شو قال شوف بطن الفسكرة من داخل هذا ها بطنها تعرفون دليل شو هذا هاي صلتها شحمت البطن خلتها من داخل حمراء بطن بطنها البطن هالنمونة شو يا رجال عجبة عجبة هذا أبوي توا يا ملحي مسرع أبوي ظهر راسك أنت كيف يعني وانت تونا مصورين كناف يعني تنا صورك من مكة ومحلق أقرع كتل كتله ولا كتله الهصليج وحين كيف ظهر راسك بهالسرعة لو محلق 200 مكينة أنا أبوه ما بقول ما شاء الله لكن شو يأكل اللي أنا أبوه غمض برج بعد حتى 10 أيام من عيدنا ما خطفا 10 أيام يطلع الشعر لا يا ريال هذا ما يوقف عنده شيء استغفر الله العظيم هي والله يا بك شلته كتل يا قبل كم من يوم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم يا ريال والله ما أكل شيء هذا هلثي هلثي ما يأكل أبوي صلت هناك والله ما شاء الله على ابو عبد الله على الله يحفظه اچار ودقوس بوديج وكتشب وباشب وخل شو بقول لازم وبتيل سل الراس تتعبل منه حب كأنك تضارب وياه لا وحده وحده اول بادي تفتشب وياه تظهر شحمت العين وتقول بها يا حبيب النبي عزلها عليهم وترد الله يحفظكم على شو على هذه سليتة الراس سليتة الراس عاد هذه روحها يبالها قصة طويلة عريضة قرب الله تمسفر فكر انت مسار مسفر الحين يلا الحين ياسع الخطوة شو هاي طريقتها سلتها سيدة تظهر روحها تدروني بعدني الحين ما اكلت عيش هاي سريك الطرف الثاني جرب يا رجال جرب يازم الراس ها الحميد المجيد صيح اذنيش يا بتشافي صيح اذنيش صيح اذنيش على هالبيت المبروك يعلى دوم عامر يعلى دوم عامر يا بتشافي ما زين مسوي منزال مسوي الدنيا كلها شوف ما شاء الله مكان فنان مره سي ثرو على طول وهذا الطراد ايش مخلينا هنا على تريل تبدو مكاين اقول لك هذا بس اسم من عند الطراد العرب انهم يعني ابو خالد يا رك الله بسم الله عليك يا مرحبا يا ابو خالد والله مليون مرحبا ولا يسدد يا مرحبا بكم ما زي هالبقعه اي يوم اقول لك الاراضي البكر هاي هي الاراضي البكر اللي ما توطاها
ريو الأوادم فيها الناس فيها بوين للناس الفنانين هي عادة تعرفوا مثل منو أبوي طراد طراد الله يحفظكم مرزوق لا ليش يابينه خربان التانكي ما أدري كيف مرتبين وضربين بولش هذا ينزل في السنة مرة غرب الله يصارق كيف السنة مرة مرة واحدة مرزوق يروح البحر دماغ الطراد ين الله يحفظكم جدا مغرق نحن طالعون طراد مرزوق ميوب من متى شوف هذا من زال هذا من زال للعرب كلها اللي بينزل طراد والأشياء من الطرف هذا مرد هاي فرضه مغرق هاي الفرضة عدم منها ورشة اللي بيصلحون طراريدها بوانيش يعني أقول لكم بويا يتنا ردود أفعال من صلالة إن بويا نحن الفسكرة نسميها فسكرة نسميها بنت النوخذة وفي صلالة يسموها نايب والي شوف أنت مقواهم هالصلالة نايب والي نحن هنا عند برع داخل قرش هل أقول لكم عن المنزل يلا بيبي ريو سيوم بطراريدها والأبواب طراد بيجهز أبوي بعد ثلاث أربعة أيام وشد إنهم بياكلون لتشبده نازلين ليأكلون لتشبده طحنت طحنه ما حد يسوي لهم سبب إلا تخلصه اليوم إلا عنده ترى أسبوع الجاي سيرات وييات وشرق وغرب ما يبون يفوتهم شيء أسبوع الجاي عاد ظلمة رقم واحد الخباط والكنعد الدنيا كلها ظلمي يا سلام سلم طراد بيجهز ابوي بعد ثلاث اربعة ايام وشد انهم بياكلون لتشبده نازلين لياكلون لتشبده طحنت طحنه ما حد يسوي لهم سبب الا تخلصه اليوم الا عنده ترى اسبوع الجاي سيرات وييات وشرق وغرب ما يبون يفوتهم شيء اسبوع الجاي عاد ظلمه رقم واحد الخباط والكنعد الدنيا كلها ظلمي يا سلام سلم شو ما شاء الله خصيب ابوي الطعن قال عنك الخالدي الخالدي يروح مشغول يعزمك ابو زايد يقول لك تعال بالعافيه عليك بالعافيه عطري ابو زايد يفور العين راسك مخدوني مداخيل العافية أبو زايد مداخيل العافية ياه على مداخيل العافية أبو زايد بالهني عليك بالهني أبوي أبو محمد الخالد يقول لك ألف عافية وهني أنا بغينا هاي يجلس إيه لا ما يجلس أنزين الحين صدق ولا تبسير نعم طلبة يا رجال بتولح عليك الله يجزيك ويمسي الله يسلمك والله فرحنا إن شفناه بس يوم بعد يا الوالدي نموت الله يحفظهم ان شاء الله يفرحك ان شاء الله فيهم عرسان يا رب العالمين زين ترى هالريال بوي ترى تبي تبيع الموتى نعم وانا شراي ان شاء الله مصابك مره جزاك الله خير مرحبا لا تقول ما قلت لك عطني انت شارن له ب 50 ومكدود وماشي 250 الف صدق والله اباه هي شهدوا علي من حضر وانت لي وياه في الشغل هباكر يجيكم تقولون له عط خالد الموتر ترى بيزات ما ببلاش بيع مشترى 50% خصم يعني ب 25 كالعادة وي لسنا من هالنورة والحين الله يحفظكم توفير على الله هل مبروك هل مبروك هل مبروك
ابو محمد وهو سالم ما ادري اضطرت شو بلاه. لا والله دلوه شيء بلاه مبونا جاي ما ادري شو بلاه. ها متو شو اخبار؟ رقم واحد؟ انا رقم واحد. شو؟ رقم واحد. ها وانا؟ متو؟ شو بلاك؟ واجد كر 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 كر. البحر اليوم زبد مزبد مزبد قيته عوين ما صلت على النبي. يلا بالصيد يلا بالصيد يلا بالصيد يلا بالصيد يلا بالصيد. ها متو شو الاخبار؟ كل زين؟ سميتشات سميتشات سميتش سميتشات تسليه ولا لعبه؟ تسليه الواحد يسلي على خاطره. كان عاد صغير. شوف الله عليكم حليل. شوف شو مصغرونهن ما زينهن عاد مقلة هذه مقلة ما زينهن شي بكبارهن عاد ما يتقطعن لا بكبارهن. هذا يوم يقول لك من كل قطرين غنية يطرون هالمشاش ها ازريدية جش عود صغير ميديم. شوف اقول لكم من كل نمونة تي تي خير خير سير ابوي ما شاء الله على ما تشوفون زين سميتشات ودين كيسه. محمد اظهر هذه الفرش هذا اظهر شعري له فرش هني فرش واحد ولايتي بف مبني الفروش العاديه. ما زين الا بريط ماته ما زين الا بريط ماته. ما شاء الله من العصر لين الحين يعني تكللت شبه بالنجاح يعني انها يعني رقم واحد ثلاثة واربعة تيسلا يعني ما شاء الله يعني 25 30 كيلو نعمة. من لا يقنع بالقليل لا يقنع بالكثير. الحمد لله رب العالمين انبسطنا واستانسنا شبينا وحدقنا يعني الحمد لله نعمة. اليوم اليوم